غاب بشار الأسد عن حضور تشييع إبراهيم رئيسي، إلا أنه عاد وأكد خلال اتصال مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر بأنه سيسافر إلى إيران في أول فرصة ليقدم التعازي لخامنئي شخصياً. ما زلنا في سلسلة الغرائب وعرض ما لا يجب أن يعرض وقول ما لا يجب أن يقال ويعني شرح المشروحات وتوضيح الواضحات. الحقيقة هذه السلسلة لم تنتهي حتى اللحظة. من أين بدأت السلسلة؟ منذ إعلان إصابة أسماء الأسد باللوكيميا وعزلها وتباعدها وتحجيمها. كان السؤال الأول الكبير هو ما الذي يدعو أصلاً كي يعلن بشار الأسد هذا الأمر، ومنذ متى أصلاً هذه الشفافية وهذا الوضوح في الرؤية وأطلاع السادة المواطنين على مجريات الأحداث في القصر الرئاسي؟ حسناً، ثم أتت وراءها الخطوة التالية الغريبة أن بشار الأسد لم يذهب لتقديم واجب العزاء، وفي هذا الأمر يعني استفهام كبير. لا يجوز بعد العلاقة الحيوية والاستراتيجية والعاطفية والنفسية والفيزيائية والكيميائية بين آل الأسد والإيرانيين ألا يذهب بشار الأسد. كيف؟ تحت أي مبرر؟ تحت أي مبرر وتحت أي عنوان يفترض أن يكون بشار الأسد موجوداً في إيران كي يقدم واجب العزاء؟ طبعاً هو لا يجرؤ، بالتأكيد كما يقول كثر، هو لا يجرؤ أصلاً أن يتخذ موقفاً ضد الإيرانيين، لا يجرؤ. إذا كانت إيران تريد منه أن يحضر ولا يجرؤ ولا يملك من أمره شيئاً، يعني غريب أيضاً أنه لم يذهب. يستمر هذا المسلسل، يستمر هذا سترينجرز، لا تنتهي حلقاته. قال لك اليوم ورئاسة الجمهورية، يعني رئاسة الجمهورية في دمشق أعلنت هذا الأمر، والإعلام الإيراني الرسمي أعلن هذا الأمر. قال اتصل بشار الأسد بالرئيس الإيراني مؤقت محمد مخبر، ونقل يعني تعازيه ونهج سوريا الثابت في العلاقة مع إيران وتضامن سوريا جيد، يعني كل هذا الأمر جميل، وعمق العلاقات والاستراتيجية والتشاور. لكن ماذا ختمها؟ قال لك وأنا سأتوجه في أقرب وقت ممكن إلى طهران لتقديم التعازي بالرئيس إبراهيم رئيسي. أيضا غريبة هذا، يعني غريبة جدا هذه الجملة، ويفترض أن لا تقال هذه الجملة. كيف يعني في أقرب وقت؟ ما الذي يمنعك؟ مشغول؟ ما الذي يشغلك؟ جالس لا شغل ولا عمل. ما الذي لم يذهبك؟ يعني مرض السيدة الأولى؟ طيب هل هو تكتيك؟ وهل أصلاً من الطبيعي ومن البديهي أن تقال مثل هذه الجملة؟ إن والله يعني كان الله في عونكم ومصابكم مصابنا ورحم الله فقيدكم وسآتيكم في وقت قريب. يعني هل هذا هو التبرير؟ هل أنت محروج من الجماعة أنك لم تذهب؟ فوالله يعني يا جماعة سوف آتيكم في وقت قريب قادم. بغض النظر أنه في عرف الدبلوماسية هذه الجملة لا تقال، والإعلام الإيراني كيف يقول هذا الكلام أصلاً؟ يعني ليست لطيفة بحق الإخوة الإيرانيين ولا بحق الأسد. هذا إذا كان قالها، لكن الإعلام الإيراني ينقلها ويقول لك والله قال سوف آتيكم يعني في وقت قريب.
عندما أتفرغ. أي هو ما الذي يشغلك؟ أنت جالس في ديفاش تمارس رياضة شد الحبل مع العائلة الكريمة، يعني رياضة شد الحبل هي التي منعتك أن تذهب إلى تقديم واجب العزاء بإبراهيم رئيسي؟ ثم هل يقال مثل هذا الكلام بحق رئيس جمهورية ميت؟ والله سأتيكم يا جماعة، اعذرونا الآن مشغولين. هذه حتى يعني شباب في الحارة يسهرون كل يوم سويا لا يقولونها لبعضهم على الواتساب. تقول لرئيس جمهورية مؤقت مثل هذه الجملة؟ كيف يعني؟ بأي منطق؟ غريب، ما يجري غريب. لا تستطيع أن تفارق مدينة دمشق، يعني هل هذا هو السبب؟ خائف أنت من مغادرة دمشق فانحرشت مع الإيرانيين؟ والله يا جماعة لا تؤاخذونا، يعني سوف أتيكم الوضع في دمشق يعني منيل بستين نيلة. هل هذا هو لسان حالك؟ هكذا البعض يقرأ هذه الجملة، سأتيكم بوقت قريب. غريبة يعني، غريبة جدا، ويعني غير مسبوقة، غير مطروقة، يعني غير مطروقة. كانت قناديل المدينة كالشرايين النوازف، والجو يلهث فوق أكتاف المداخن كالعواصف. فأفاق ربع مخدر، ثلثي مريض نصف خائف. هل هذا هو أنت؟ فأفقت ربع مخدر، ثلثي مريض نصف خائف. نريد أن نعرف هذه المدينة، مدينة دمشق، لماذا لا تريد أن تفارقها؟ ما الذي يجري بها؟ كانت قناديل المدينة كالشرايين النوازف. الآن مثلا تتنهب الإشاعات دمشق، نعم الآن هناك أصوات سيارات إسعاف في دمشق تملأ دمشق طولا وعرضا، لماذا لا أحد يعلم حقيقة؟ هذه سيارات إسعاف رائحة وغادية. بالأمس بدأت إشاعات وقال لك سمم فلان وسممت فلانة وفلان انقلب على فلان وفلانة انقلبت على فلانة كالعادة، هذا المسلسل الإشاعات. لكن الوضع هو أصلا في دمشق غريب، كيف أسماء الأسد سرطان الدم ثم لا تذهب إلى التعزية ثم والله يا جماعة أنا آسف سأتيكم في وقت لاحق. غير مستساغة، غير مستساغة. ثم القول إن الإيرانيين هم أوعزوا للأسد، إن والله لا تأتي إلى طهران لماذا؟ حتى تظهر للعرب أنك ابتعدت عني. يعني ليس الأمر بهذه الطريقة، يعني ليست الأمور تدار بهذه الطريقة. إن والله إيران قالت لي بشار الأسد لا تأتي، خلاص جيد مشكور، ابقى في دمشق حتى يأخذ العرب انطباعا أن والله أنت ابتعدت عن طهران. قال ثم ماذا بعد؟ فتأتي السعودية والإمارات تدفع أموال. يعني هو هكذا الأمور تدار بهذه البساطة؟ بهذه البساطة الأمور تدار؟ طيب ما العرب غاضبين على غضب الأردن، ولجنة الاتصال العربية أوقفت اتصالاتها. إيه ما هو بشار الأسد أوقف المخدرات؟ بالأمس الأردن ضبطت شحنة كبتاجون، بالأمس لم يتوقف بشار الأسد. فالقول إن إيران هي من أوعزت له حتى تعطي انطباعا أن الأسد والله يرجع للخلف في علاقته معها فيطمئن العرب فيأتون بأموالهم وتصبح هناك إعادة إعمار، البعض يقول يعني هذا أصبح من الماضي. والعرب السعودية تحديدا، السعودية الآن أمورها طيبة مع الإسرائيليين ومع الأمريكان، وتريد أن تطبع مع الصهاينة واتفاقية أمنية مع الأمريكان، ويعني سوف تصنع على عين واشنطن، على عين دونالد ترامب ومحمد بن سلمان، عينه أن يأتي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وكذلك بنيامين نتنياهو عينه على دونالد ترامب. فلذلك السعودية ليست في لحظة ديمقراطية في البيت الأبيض، هي الآن تتوقع أن تكون في لحظة جمهورية، فهي غير مضطرة أصلاً لكل هذا الأمر مع الإيرانيين، أو على الأقل سوف تبتعد وتخفف من اندفاعها باتجاه الإيرانيين. وأصلاً الآن الملك سلمان في وضع صحي يرثى له، ومن المتوقع أن يعني يغادر، أن يفارق هذه الحياة وينصب محمد بن سلمان نفسه ملكاً، على الرغم من أن هناك إشكاليات الآن تدور بين محمد بن سلمان والعائلة المالكة. وقال لك العائلة المالكة محمد بن سلمان خائف منها، ما زالت لم تدن له بالولاء، وعاد يطرح اسم أحمد ابن عبد العزيز عمه لمحمد بن سلمان. يعني الوضع داخل السعودية الوضع مخلق، ليس على ما يرام. محمد بن سلمان يريد التعجيل في مسألة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، هذه الاتفاقية الأمنية الخاصة، ومن بعدها هذا الاتفاق التطبيع مع الإسرائيليين.
والإيرانيون تنتظرهم انتخابات قادمة، والإيرانيون بدأوا يلمحوا لأذربيجان والموساد الإسرائيلي، يعني وأنه لا، الإعلام الرسمي الإيراني بدأ يقول لك والله هذه من روحية رئيسي أسقطت بفعل فاعل، ويلمحون على أذربيجان بالاتفاق مع الصهاينة، كون يعني العلاقة بين الأذرية الإسرائيلية على ما يرام. الإيرانيون أنفسهم متخبطون، متخبطون جدا، وتأتي زينب بن قاسم سليماني وتضع خاتمها في قبر رئيسي، خاتم أبيها، يعني هي وضعت خاتم قاسم سليماني في قبر إبراهيم رئيسي. حسنا، جيد. والإيرانيون بثوا صورة جرافيك، يعني صمموها جرافيك، قال لك الآن إبراهيم رئيسي في حضن الإمام الرضا في الجنة، ومن حواليه أبو مهدي المهندس، وأبو مهدي المهندس هذا يشم رائحة الجنة، أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني وكل يعني كل هؤلاء رجالاتهم، والآن أضيف إليهم إبراهيم رئيسي، وظهر وهو يعانق الإمام الرضا، أين هذا؟ في الجنة، في أعلى عليين، في أعلى عليين، وفقا لرسوماتهم وتصوراتهم الجرافيكية، الجرافيتي الإيراني الشهير في مسألة الجنة والنار. هذا الأمر غياب بشار الأسد، من ثم قوله أنه والله يا جماعة أنا سوف أتيكم فيما بعد، يلقي بظلال كثيفة من الشك والريبة، ومعها الناس الآن أكبر الحق أن تشك ماذا يجري في هذه المدينة.